إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. شقتنا النهاردة 135 متر السباباشة خامس نمرة بالبحر أمام نادي المهندسين، مساحة مكونة من غرفتين وريسبشن ثلاث قطع، ترى البحر وترى السفارة الروسية، شارع هادي وجميل تمام، الشارع كله هادي مفيش محلات كتير. طبعا سباباشا يا جماعة من أنظف المناطق في اسكندرية، يعني دي انت بتتكلم على أنظف منطقة في اسكندرية هي وكفر عبده وسموحة. طبعا السعر هنا ممتاز، الشقة لقطة بجد. ده الحمام، في بانو كبير الحمام دوت برضو ممكن يتعدل ويتفتح مطبخ امريكان على الريسبشن، يتحول المطبخ مكان الحمام للناس اللي حابة تعمل اتنين حمام في الشقة. ده ليفينج مفتوح، ممكن تحط شاشة هنا وركنة تمام يبقى ليفينج مفتوح، ممكن تحط السفرة هنا ويبقى الليفينج برا. ده المطبخ، المطبخ دوت برضو ممكن تعدله تعمله اتنين حمام، يبقى اتنين حمام يعني بيخدم غرفة وحمام تاني بيخدم الليفينج والريسبشن. ده الليفينج المفتوح، دي غرفة أطفال، هي الغرف مساحتها حلوة الصراحة، يعني ممكن تعملها غرفة أطفال وغرفة كبيرة. هنا كلية الزراعة، أمام نادي المهندسين. الأرض دي أرض أوقاف، إحنا مش على مناور، يعني هنا دي الأرض دي عمرها ما هتطلع. طبعا إحنا حتى لو طلعت ده المنور بتاعنا، كل ده هيبقى المنور كبير، بس هي يعني دي أرض أوقاف. هي على كده من 2010. دي الغرفة الرئيسية، غرفة النوم، غرفة كبيرة جدا، تشيل أوضة نوم مستريح. أنا التاني، غرفة واحد، غرفة اتنين، مطبخ. طبعا المطبخ ده قلنا ان هو ممكن يتقسم اتنين حمام ويتنقل المطبخ بره امريكان مكان الحمام اللي بره. ده الليفنج المفتوح، ممكن برضو تقفله اوضة تالتة ولو عايز. وده الحمام اهو، الحمام دوت ممكن تستغله حمام زي الشقة يا جماعة. ايه ممكن الريسبشن دوت كمان نقفل منه غرفة في الجزء دوت، تبقى الغرفة التالتة هنا او الغرفة التالتة جوه، ده يبقى الريسبشن معانا. إعادة بيانات الشقة يا جماعة، شقة 135 متر دور تالت تلات عدادات خامس نمرة من البحر أمام نادي المهندسين، سباباشا وترى البحر وترى السفارة الروسية، شارع عالي جدا تمام. دي مواصفات الشقة، والدور شقة واحدة للخصوصية واسانسير طبعا، والعمارة مباني 2013. بسم الله الرحمن الرحيم. شقتنا النهاردة 135 متر سباباشا خامس نمرة بالبحر أمام نادي المهندسين، مساحة مكونة من غرفتين وريسبشن ثلاث قطع، ترى البحر وترى السفارة الروسية، شارع هادي وجميل تمام، الشارع كله هادي مفيش محلات كتير. طبعا سباباشا يا جماعة من أنظف المناطق في اسكندرية، يعني دي انت بتتكلم على أنظف منطقة في اسكندرية هي وكفر عبده وسموحة. طبعا السعر هنا ممتاز، الشقة لقطة بجد. ده الحمام، في بانو كبير،
الحمام دوت برضو ممكن يتعدل ويتفتح مطبخ امريكان على الريسبشن، يتحول المطبخ مكان الحمام للناس اللي حابه تعمل اتنين حمام في الشقه. ده ليفنج مفتوح، ممكن تحط شاشه هنا وركنه، تمام، يبقى ليفنج مفتوح. ممكن تحط السفره هنا ويبقى الليفنج بره. ده المطبخ. المطبخ دوت برضو ممكن تعدله تعمله اتنين حمام، يبقى اتنين حمام يعني بيخدم غرفة وحمام تاني بيخدم الليفنج والريسبشن. ده الليفنج المفتوح. دي غرفة اطفال. هي الغرف مساحتها حلوة الصراحة، يعني ممكن تعملها غرفة اطفال وغرفة كبيرة. هنا كلية الزراعة. امام نادي المهندسين. الارض دي ارض اوقاف، احنا مش على مناور، يعني هنا دي الارض دي عمرها ما هتطلع. طبعا احنا حتى لو طلعت ده المنور بتاعنا، كل ده هيبقى المنور كبير، بس هي يعني دي ارض اوقاف. هي على كده من 2010. دي الغرفة الرئيسية، غرفة النوم، غرفة كبيرة جدا، تشيل أوضة نوم مستريح. أنا عيد تاني، غرفة واحد، غرفة اتنين، مطبخ. طبعا المطبخ ده قلنا ان هو ممكن يتقسم اتنين حمام ويتنقل المطبخ بره امريكان مكان الحمام اللي بره. ده الليفنج المفتوح، ممكن برضو تقفله اوضة تالتة ولو عايز. وده الحمام اهو، الحمام دوت ممكن تستغله حمام زي